بدأ تسجيل المحاضرة. السلام عليكم مرة ثانية. محاضرتنا اليوم هي محاضرة مراجعة لمادة الأجهزة الطبية المرحلة الثانية. راح نبدأ بمراجعة أول محاضرة كانت عندنا، هي محاضرة Generalized Medical Instrumentation Systems. دكتور ملخصك بس ماكو مشاركة الشاشة هسه. ها وقفت؟ أي دكتور. أوكي. هسه استوى طلع دكتور. مراجعتنا اليوم المحاضرة الـ Generalized Medical Instrumentation System. بهاي المحاضرة كانت الصراحة بدنا نعطيكم فكرة عن الأجهزة الطبية، عن مكونات الأجهزة الطبية، عن الميديكال انسترومنتيشن يعني عن الآلة الطبية وأنظمتها. فمثلا هنا يبدي يشرح يقول إنه every instrumentation system has at least some of the functional components shown in figure 1. كل نظام طبي بوحدة من ذني المكونات اللي شرحناها إذا تذكرون بالتفصيل، عفوا شرحناها بالتفصيل بالمحاضرة يعني الأولى اللي أخذناها. كل سيستم بوحدة من ذني الأجزاء اللي هي الأجزاء الأساسية والأجزاء غير الأساسية. سألناكم أيضا عن إذا تذكرون عن الأجزاء الأساسية وأجزاء غير الأساسية بوحدة من الامتحانات. فمثلا إحنا عندنا جسم الإنسان، القياسات اللي ناخذها من عند الميجرنس تروح على برايمري سنسنج إليمنت، الحساسات اللي تتحسس القياس، هذا القياس اللي دا نقيسه، هاي الحساسات اللي دا ناخذ من عندها القراءات. إحنا تحويلات إلى اي تو دي، إحنا نسوي لها سيجنال بروسيسنج ونخرجها على شاشة. هاي هي الأجزاء الأساسية لأغلب الأجهزة الطبية. أما باقي الأجزاء إذا تذكرون قلنا الباور سبلاي هو جزء غير أساسي، الكنترول أند فيدباك جزء غير أساسي، خزن المعلومات، نقل المعلومات، إشارة المعايرة، و الطاقة اللي نسلطها على جسم الإنسان حتى ناخذ من عنده قراءات همينة مو أساسية. كل ذني بس اريدكم تفتهمون المكونات الاساسيه والمكونات غير الاساسيه، حتى من تباوع على تصميم جهاز معين، حتى من يكون عندك انت تصمم جهاز معين، تعرف ما هو اساسي وما هو غير اساسي. باكر عقبه ان شاء الله من واحد بيكم يريد يصمم جهاز، سواء بالمشاريع مال التخرج او سواء حتى اذا اشتغل ويا شركه مال اجهزه طبيه، راح يعرف انه مثلا الباور سبلاي مو شرط اساسي، مو شرط عامل اساسي، بينما احنا تفكيرنا الافتراضي دائما على الاجهزه الطبيه انه الباور سبلاي جزء اساسي. بينما هل نقدر انه نصمم جهاز طبي بدون باور سبلاي؟ نعم، والامثله هوايه من الاجهزه الطبيه اللي بدون باور سبلاي، منها جهاز الضغط اليدوي، منها النواظير مال الاذن الداخليه، عفوا بيها باور سبلاي نواظر الاذن الداخليه، جهاز الضغط ما بي باور سبلاي، وكو هواية أجهزة ما تعتمد على باور سبلاي. تصنيفات الأجهزة الطبية، أولا كوانتيتي ذات سينسد حسب اللي دا نقيسه، هل دا نقيس ضغط، هل دا نقيس حرارة، هل دا نقيس تيار. مبدأ عمل السنسر، هل هو سنسر مقاومة، هل هو سنسر حثي إلى آخره، سنسر كاباسيتي سعوي. الجزء الانسان اللي بدنا نشتغل عليه، يعني العضو من اعضاء الانسان اللي بدنا نشتغل عليها، هل هو قلبي وعائي، هل هو اعصاب، هل هو اوعيه داخليه، هاي تصنيفات. المبدا الكلينيكال ميديسين يعني بيا فرع من فروع الطب احنا بدنا نشتغل، هل احنا بدنا نشتغل بيدياتريك، اطفال، اوبستريكس، كارديولوجي، راديولوجي الى اخره. هاي التصنيفات. غالبا التصنيفات يعني تصنيفات الأجهزة الطبية غالبا تنقسم إلى قسمين، إذا هاي الميديكال انسترومنت غالبا تنقسم إلى أجهزة علاجية وأجهزة تشخيصية.
راح تقول اكو بعد هواي شغلات ما تندرج ضمن العلاج والتشخيص. نعم، بس غالبا اغلب الاجهزه الطبيه هي اما جهاز علاجي احنا بدنا نعالج بيه مريض، او جهاز تشخيصي بدنا نشخص مرض الانسان هذا. طبعا اكو الاجهزه السانده وغيرها، بس غالبا هن ذن القسمين الاساسيات، تشخيصيه وعلاجيه، او نقسمها تمام. حسب التقسيم الرابع. هل هذا الجهاز قلبي، هل هذا الجهاز للأطفال، هل هذا الجهاز إشعاعي، وإلى آخره. هاي دكتور التصنيفات. بلد احمي عليك، نعم. الدكتور سوي يقصد هنا بالجهاز التشخيصي يعني مثل السونار والايكو والمقراس نعم. والشي يعني. صحيح. الأجهزة التشخيصية هي أي جهاز يشخص لنا حالة المريض، حالة المرض، أو يشخص لنا قراءات الإنسان. مثلا حتى جهاز الضغط هو جهاز تشخيصي، إحنا دا نشخص ودا نقرأ ضغط المريض وضغط الإنسان، ممكن يكون طبيعي ممكن يكون غير طبيعي. جهاز السكر جهاز تشخيصي، الأشعة تشخيصية. داخل الأجهزة التشخيصية أكو عندنا تفرعات أيضا. هل هذا الجهاز تشخيصي إشعاعي؟ هل هذا الجهاز تشخيصي صوري؟ هل هذا الجهاز تشخيصي اشارات، مثل جهاز الاي سي جي، جهاز الاي ام جي، جهاز الاي اي جي؟ اغلبها اجهزه تشخيصيه. اما نجي على الاجهزه العلاجيه، هل هو بالس ستيموليتر اللي هو يعالج لنا العضلات والنيرفز والى اخره، هل هو واكس باث جهاز علاجي علاج طبيعي والى اخره. نعم اكو اجهزه طبيه ما تندرج ضمن الاثنينات، بس يعني كمعظم الأجهزة الطبية تندرج أما إحنا ده نشخص شيء أو ده نعالج شيء. فالتقسيمات يقول لك، أما ذكرناها 1 2 3 4 حسب القياس، حسب طريقة القياس. هل إحنا ده نقيس physical quantity؟ هل احنا بدنا نقيس فشيء فيزيائي، كميه فيزيائيه، مثلا خاصيه من خواص الانسان، مثلا جلد، شد الجلد، جفاف الجلد، توصيليه الجلد. طبعا هاي اكو اجهزه تقيسها يعني للعلم، ونشخص من عندها حاله جلد الانسان، بس احنا بدنا نقيس فد خاصيه، الشد، الجفاف الى اخره. الوصول، امكانيات الوصول، الاكسسبيلتي. هل طريقة القياس مالتنا داخلية سطحية إلى آخره. هل إحنا ده نقطع جزء من جسم الإنسان ونشخص؟ الخزعة مثلا، الخزعة ومن اللي هي نقدر ناخذها بالإندوسكوب تشخيصية. إحنا ده ناخذ خزعة ده نشخصها، صح؟ إحنا ما ده نشخصها بنفس الوقت ده ناخذها للمختبر، بس البروسس هي هذه بروسس تشخيصي. القسطرة، سامعين أنتم القسطرة بها نوعين، قسطرة القلب. ما حد نعم دكتور، علاجية وتشخيصية. علاجية وتشخيصية. نعم، دكتور أغلب اللي قبل يدخلون، العلاجية لازم تشخيصية قبلها. صح، هي نفس الأدوات، نفس الجهاز الطبي، الكاث لاب نفسه، بس بنفس الوقت احنا نشخص ومن الممكن أن نعالج. بس هي تنقسم الى كاث لاب، قسطره تشخيصيه اليوم عندنا، وقسطره علاجيه. ومن الممكن ان القسطره التشخيصيه تتحول الى علاجيه اذا كانت المريض عنده في مشكله ارجنت يعني. تقسيماتها حتى عفوا تقسيماتها حسب الكاتيجوري، انه هل هو احنا ده نقيس ضغط، هل احنا ده نقيس حراره الى اخره. تقسيمات حسب المكان، هل احنا دا نقيس اعضاء خارجيه، اعضاء داخليه، هل احنا دا نقيس عظام، دا نقيس ستراكشر، دا نقيس عفوا مثلا دا نقيس مدى كثافه العظم، هم من ضمن الاجهزه التشخيصيه. اذا ممكن بس طلاب، اعتقد اللابتوب راح تخلص شحن، فاجيب الشاحنه واجيكم.
اي نرجع للمحاضرة. السنسرات اللي نقيس بيها، قلنا اكو فرق بين الترانسديوسر والسنسر اذا تذكرون، شرحنا الفرق وسألناكم عليه. السنسر او الترانسديوسر بعدة خواص. الترانسديوسر هو فد جهاز يحول الطاقة من شكل إلى آخر، بينما السنسر هو حساس يتحسس شكل معين من الطاقة ويحولها إلى أشارة كهربائية. هذا كان غالبا هو الفرق بيناتهم. الترانسديوسر أو السنسر لازم يكون محدد، يستخرج أقل قدر من الطاقة، لازم يكون مو جراحي تدخلي بشكل كبير. مثلا جهاز الضغط، جهاز الضغط مو جراحي تدخلي، اكو اجهزه ضغط تدخليه جراحيه نسويها اثناء العمليات، بس غالبا اجهزه الضغط نفضل المينيمال انفيزيف او الاقل تدخلا. انفيزيف جايه من انفيجن اللي هي الغزو، انفيزيف عمليه او نان انفيزيف العمليه الغير غازيه، طبعا هي يعني الترجمة الحرفية إلها، بس هي نقصد بها العملية اللي ما نحتاج بها إنه نجرح إنسان أو ندخل شق مثلا صدر الإنسان وندخل فد شيء جراحي أو فد آلة بداخله. فأي شيء نان انفيزيف يعني هذا غير تدخلي غير غازي غير جراحي، مينيمال انفيزيف أقل يعني جراحة، أو المينيمال انفيزيف اللي هي القسطرة. القسطرة يسموها مينيمال انفيزيف لأن الجرح اللي يسووه جرح كلش بسيط ويدخلون القسطرة ويعالجون المريض، هاي يسموها مينيمال انفيزيف. والانفيزيف لا، عملية جراحية كاملة، مثلا عمليات الصدر المفتوح، يشقون الصدر بالكامل ويقصون عظم القاص ويلعبون جولة. السيجنال كونديشنينج اللي هي كانت ما بعد استلام، وينها كانت ما بعد اخذ الاشاره وتحويلها، لازم نسوي لها سيجنال بروسيسنج او سيجنال كونديشنينج. سيجنال كونديشنينج تتضمن تضخيم، فلتره، تحويل، ديجيتال سيجنال بروسيسنج والى اخره. الاوتبوت ديسبلاي اللي هي شلون بدنا نعرض النتيجه مالتنا، عدة أشكال طبعا، الشغلات الإضافية، المعايرة، التحكم، والخزن. هالشغلات إضافية مو شرط تكون إلزامية بداخل الجهاز، بس إلزامية لعمل الجهاز. يعني إحنا مثلا ما يصير نشتغل على جهاز طبي بدون كالبريشن، فلازم نجيب جهاز كالبريشن خارجي ونسوي المعايرة مالته. ممكن نخلي الكالبريشن داخلية، ممكن، بس مو أساسية. طرق تشغيل الأجهزة الطبية أو الطرق وضعيات تشغيل الأجهزة الطبية، الدايركت مود والإندايركت، الانفيزيف والنون انفيزيف، هاي ذكرناها دايركت مود، انفيزيف نون انفيزيف. الإندايركت مود اللي هي نقيس شيء من خلال شيء ثاني، مثلا نقيس الأعضاء الداخلية، شكل الأعضاء الداخلية من خلال الأكس راي، فالشيء هذا نوت دايركت. sampling and continuous mode هاي شرحنا عنها بال ECG، شرحنا انه الاشاره هل هي مستمره هل هي متقطعه، شرحنا شلون انه الاشارات الانالوج هي اشاره دائما مستمره بينما اشاره الديجيتال هي اشاره ديسكريت. انتم بعدكم يمكن ما ماخذين ديجيتال سيجنال بروسيسنج مو طلاب؟ دكتوري خلينا ناخذ فكره عن الديجيتال سيجنال بروسيسنج يعني حتى شويه تكون الموضوع واضح لكم. تعرفون شنو الاشارات الرقميه والاشارات التناظريه او الاشارات الانالوج والاشارات الديجيتال؟ تعرفون لو لا؟ شنو دكتور؟ لا والله دكتور ما نعرف. شنو الاشارات الرقميه والاشارات التناظريه؟ او شنو يعني الاشاره الانالوج والاشاره الديجيتال؟
ما شايفين مثلا عندكم جهاز قديم يقولون هذا جهاز انالوج، وجهاز جديد يقولون لا هذا جهاز ديجيتال جديد. لا والله شغلة ما نعرفها دكتور. زين، الإشارة الأنالوج أو أي شيء أنالوج هو فد شيء، مثلا شو هسه أنا دا أحكي صوتي هذا الخارج من عندي هذا أنالوج، بس من دخل للمايكروفون المايكروفون حوله إلى ديجيتال، إشارة رقمية. أنا كنت دا أحكي إشارة تناظرية، دخلت للمايكروفون صارت إشارة رقمية، عالجها حولها إلى بيانات ودزلكم إياها إلكم على سماعاتكم. اجت اشاره رقميه طلعها اشاره تناظريه، وهكذا بتحويلات. فالاشاره الرقميه والاشاره التناظريه تقريبا الفرق الاوضح ما بيناتهم، الاشاره التناظريه هي اشاره مستمره، بينما الاشاره الرقميه هي اشاره مقطعه من اشاره تناظريه. قصدنا شنو؟ أعرف شوية ممكن تكون ما مفهومة، بس لو فرضنا التالي، لو فرضنا عندنا هذه الموجة إشارة تناظرية أنالوج، تناظرية يسموها، ده تشوفوها مستمرة في كل لحظة من لحظات الزمن، هذا الزمن وهذا مثلا الامبليتيود او الفولت امبليتيود. هاي الاشاره مستمره في كل لحظه من لحظات الزمن، من نريد نحولها الى اشاره ديجيتال تصير متقطعة. ها، بس شلون حتصير متقطعه؟ حناخذ عينه من كل لحظه من عدها، هاي وإلى آخره. هاي الإشارة تعبر عن هاي الإشارة، بس هاي إشارة متقطعة. ليش؟ لأن إحنا ما نقدر ناخذ كل الإشارة، يعني هاي الإشارة إذا نريد نصغرها فتصغر للإنفينيتي، يعني إذا نريد ناخذ كل النقاط اللي هنا ما راح نقدر، لأنه المسافة ما بين هاي النقطة وهاي النقطة انفينيتي. تعرفون هاي الفكرة؟ دكتور شنو الفرق بين هذه الإشارة وهذه الإشارة؟ منو هي أحسن؟ لا هي ماكو من الأحسن، بس إحنا بما أنه بدنا نتعامل ويا كل شيء ديجيتال، ويا حاسبة، بدنا نتعامل ويا إنترنت، ما نقدر ناخذ هاي الإشارة. هاي الإشارة ما تنتقل، الإشارة الأنالوج ما نقدر ننقلها، ما نقدر ندزها عبر الإنترنت، لازم نسوي لها سامبلينج. سامبلينج هسه كنا بدنا نحكي احنا بالسامبلينج، فلهذا بدي اشرح لكم اياه. لازم نسوي لها سامبلينج، نجزئها، ناخذ هي سامبل عينه، ناخذ عينات من عندها، ناخذ عينات. هاي العينات هي عباره عن ارقام ديجيتال، يعني خلينا نقول اذا هاي من الصفر ل 255 مثلا، هنا هي صفر، هنا هي اثنين، هنا هي اربعه، هنا 255 ارقام. الصفر هي صفر 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 صفر، الاثنين هي صفر صفر واحد صفر، حولناها إلى زيرو ون، يعني لغة الحاسبة. اي أو هاي نقدر معروفة رقمية صفر ها صفر أو واحد. أو نقدر نحولها إلى كهربائية، إشارة كهربائية. عندنا هنا هاي الإشارة دخلت على سنسر، هذا سنسر، الإشارة التناظرية دخلت منه، تطلع على شكل كهرباء. هذه 0 فولت، هاي 0.1 فولت، لحد هنا هاي 2 فولت مثلا، لتطلع على شكل إشارة كهربائية مسجلة في عدة لحظات من الزمن. هاي الإشارة يسموها discrete، متقطعة. هاي الإشارة يسموها continuous، مستمرة. هاي تناظرية، هاي رقمية. الفرق انه احنا من اخذنا سامبلات، حاليا لو فرضنا انه هاي اخذنا 100 سامبل، 100 سامبل من عندها، هاي ال 100 سامبل حجمها 1 كيلو بايت مثلا، هاي مثال. اذا اخذنا 200 حصل 2 كيلو بايت،
إذا أخذنا أكثر حتصير يجوز توصل للمئة كيلو بايت. فكل ما نزيد عدد السامبلات يزداد عندنا حجم الإشارة هذه. هل نقدر أنه نوصل أنه ناخذ كل نقطة منها؟ أنا لا، مستحيل أنه نقدر ناخذ كل نقطة من نقاط الأنالوج. مهما زيدنا بعدد السامبلات ما راح نوصل. فهنا مثلا هاي يقولون احنا اخذنا من هاي الاشاره 100 سامبل بالثانيه، 100 جزء بالثانيه اخذنا من عندها، او يقول لك هاي اللي اخذنا من عندها 1000 جزء بالثانيه. هذا الشيء تشوفوه بالصوتيات، اللي يتعاملون ويا الصوتيات راح يعرف انه اني كم سامبل دا اخذ بالثانيه. كل ما ازيد السامبلات كل ما يتحسن الصوت، كل ما يصير الاشاره مالتي مقاربه للواقع، مقاربه للواقع. من ناخذ سامبلات اقل لو فرضنا اخذنا سامبلات اقل شكل الاشاره راح يكون مغاير للواقع. يعني لو ناخذ لون ثاني، لو اخذنا نقطه هنا، نقطه هنا، هنا عينة هنا، عينة هنا، عينة هنا، راح يكون شكل الإشارة عندنا مختلف تماما عن الإشارة الحقيقية. هاي اللغوة كلها راح يتعامل وياها في شيء اسمه ديجيتال سيجنال بروسيسنج. وما قبلها حولناها إلى سنسر، حولناها إلى إشارات متقطعة. الإشارات المتقطعة دخلت على الدي اس بي، يكبر، يفلتر، يسوي هواي شغلات فيها. بالحالة العادية اللي هي إشارة الأنالوج ما نقدر نفلترها، ما نقدر نتعامل وياها بالشكل الكافي إلا إذا حولناها إلى ديجيتال. من نحولها إلى ديجيتال هنا راح نقدر نتعامل وياها إلكترونيا، حاسبات عندنا بها كل شيء نقدر نسوي ونطبق عليها أي شيء نريده. نقدر ناخذ المعدل الوسيط، نقدر ناخذ المعدل الحسابي، نقدر نسوي عليها فلترة وإلى آخره. فنحولها ديجيتال حتى نقدر نتعامل وياها داخليا ومن ثم نطبعها أو نعرضها. فهمتني؟ هاي السامبلينج أو الكونتينوس والديسكريت والأنالوج. مثلا إشارة السامبلينج اللي هي مثلا الحرارة، إحنا حرارة الإنسان ما ناخذها مستمرة 24 ساعة، ناخذها كل كم ساعة. بينما إشارة الاي سي جي إشارة شبه مستمرة وإلى آخره. Generating and Modulating Sensor. Generating Sensor هو الـ produce output from the energy taken directly from itself. الجنريتنج سنسر هو السنسر اللي يولد طاقة كهربائية من القراءة اللي اجته. مثلا هنا عندنا بريشر سنسر او بريشر ترانسديوسر. البريشر ترانسديوسر من نسلط بريشر عليه يطلع كهرباء، فهذا جنريتنج، هذا جنريتنج، هذا دي يولد كهرباء. وكل موديليتنج سنسر اللي هو يغير الطاقة من شكل إلى آخر، مثل الفوتو كوندكتيف سيل. أنالوج أند ديجيتال مودز. الأنالوج شرحناه شلون هو مستمر خلال وحدة الزمن، الديجيتال شلون هو متقطع إلى أجزاء صغيرة خلال وحدة الزمن. وهنا عندنا صفات كل وحدة من عندها الأكيورسي عالية، ريبيتابيلتي إلى آخره. الريل تايم والديلي تايم، انه هل احنا دا نشتغل بالريل تايم لو احنا دا نشتغل بالديلي تايم، يعني هل احنا دا نشتغل بالوقت الحقيقي او بالوقت المتاخر مثلا 5 دقائق. هاي الملزمه يعني صراحه انا مو كلش حابها، فتشوفون دائما اجيب اسئله جدا قليله من عندها، ممكن يكون فرع من سؤال والى اخره. هاي الملزمه الاولى. أكو أحد عنده سؤال عن الملزمة الأولى قبل أن نحول على الملزمة الثانية؟
واضحة دكتور. إن شاء الله. ملزمة الثانية كانت ملزمة الأوفن. الأوفن شرحناه هو جهاز من أجهزة التعقيم، جهاز طبي من أجهزة التعقيم، جهاز يستخدم الحرارة الجافة لتعقيم الأدوات. جهاز مثل أجهزة الأوفن اللي موجودة عندنا ببيوتنا اللي نشوي بيها، وخاصة هسه جاء رمضان، يعني حاليا احنا برمضان والشوي مستمر بالأوفن. فنفس الأوفن الموجود بالبيوت نفس الأوفن اللي موجود عندنا بالأجهزة الطبية، بس بشوية ستاندرلايزد أو اندستريال أوفن، يعني خلينا نقول أوفن صناعي أو أوفن طبي بشوية مميزات أكثر. هذا تعريف الأوفن. شون أجزاء الميكانيكية والكهربائية، من أجزاء الميكانيكية القشرة الخارجية، هذا الأوفن. القشرة الخارجية هاي أجزاء الفايبر جلاس اللي هو قلنا شنو؟ شنو فايبر جلاس؟ ألياف زجاجية ألياف زجاجية اللي هي شنو فائدتها؟ على مود تمنع تطلع الحرارة برا، عازل، هذا عازل حراري، هاي هذا فائدة للحرارة. عازل حراري. اكو حاليا للي مهتمين بالعزل الحراري او مهتمين شوي يكون عندهم معلومات اضافيه، حاليا اكو مواد جديده عازله للحراره افضل بمئات المرات من الصوف الزجاجي. تذكرون الصوف الزجاجي شلون كان دا يعزل الحراره، او شنو العنصر الاهم اللي بيه دا يخليه يعزل الحراره؟ دكتور، جيوب الهواء شكرا تنتقل، موجودة بالألياف. شكرا. طيب سماد، تتوقعين إذا زيدنا الجيوب الهوائية يزداد العزل الحراري؟ نعم دكتور، تزداد، لأن هذا تزداد هو المحصور بيناتهم. أكيد، هذا المبدأ اللي هسه احنا بدنا نحكي بيه، واللي قالت سماد إنه يزداد العزل الحراري إذا زيدنا الهواء المحبوس بداخل المادة. اعتمدوا عليه العلماء وسووا مادة اسمها الأيروجيل. الايروجل هي ماده 99% من عندها هواء، 99%، والباقي جل. بس جل مو سائل او هذه، لا جل متصلب. ماده الايروجل عازله حراريا بشكل مخيف، يعني سووا عليها تجربه، جابوا تورج شعله حراريه 2000 درجه، 2000 درجه خلوها من هالجهة، ومن الجهة الثانية يخلي إيده يعني، واستمرت التجربة دقائق، يعني يقول بيرلي فيلينج هوت، يعني يا دوب دا أحس بحرارة يا دوب، بينما من الجهة الثانية الحرارة 2000. ليش؟ لأن المادة كلها هواء. لعد ليش هسه هذا الهواء داير مدايرنا ما دا يعزل؟ لا احنا قلنا انه المادة هواء، صح هو بجيوب هوائية أكثر، بس فرق النقل الحراري ما بين الجيوب الهوائية وما بين المادة المحيطة بها هو اللي دي يسبب لنا العزل الحراري الأكبر. تذكرون من شرحنا أنه الهواء الحرارة ده تنتقل من الصوف الزجاجي وبعدين تروح للهواء، وبعدين من الهواء تروح للصوف الزجاجي، وهاي الناقلية الحرارية ما بيناتهم مختلفة ما بين الصلب والغازي، تبطأ عملية النقل الحراري. تذكرون هذا الموضوع؟ إذا ما تذكروا شرحناه بالفيديو السابق مال الأوفن، بس حاليا مادة الأيروجل مادة رهيبة بالعزل الحراري، تطبيقاتها كلش عالية، بس مشكلتها غالية لحد الآن. هذا الصوف الزجاجي المادة العازلة. الشامبر اللي هي الحجرة الداخلية، الحجرة الداخلية تصير هنا نفس الفكرة، صندوق ببطن صندوق. والرفوف shelves، الرفوف هي نفس الرفوف اللي نخلي عليها الأكل بداخل الأوفن.
نايتش الزهر اسواني. القشرة الخارجية كانت مصنوعة من الألمنيوم أو الستانلس ستيل للخواص، مقاومة للصدمات الكهربائية، عفوا مقاومة للصدمات الميكانيكية، مقاومة للأكسدة. شكلها مكعب على مود يعني نقدر نتحكم بالمكان مالته ما ياخذ حيز أكبر. مكونة من عدة طبقات وبداخلها مواد عازلة. الفايبر جلاس او الجلاس وول، انه اكو من عنده نوعيتين، المينرال جلاس وول والجلاس وول، عفوا المينرال وول والجلاس وول. المينرال وول هو مصنوع من الصخور وهو رخيص والى اخره. الجلاس وول مصنوع من الياف زجاجيه وشويه اغلى واقل خطوره، ثلاث خطرات بس شويه اقل خطوره. وسابقا كان الاسبستوس، الاسبستوس عازل حراري ايضا بس خطر جدا على الرئه. حاليا اغلب المعامل توقفت عن صناعه واستخدام الاسبستوس. الحجره الداخليه ايضا مصنوعه من الالمنيوم والستانلس ستيل ولنفس الاسباب المذكوره سابقا. الرفوف هي الرف اللي نحط عليه المواد، مصنوعة أيضا من الألمنيوم أو الستانلس ستيل، بها ثقوب وحتى تسمح لنا بمرور الهواء. هنا الأجزاء الكهربائية، بس احنا ذكرنا الأجزاء الميكانيكية وراح نذكر الأجزاء الكهربائية. فمن سجاد أعتقد أو من كان يحكي، من أقول لك صمم، الموضوع بسيط يعني، بس تدمج الشغلتين يعني. تقول أجيب ريكتانجلر شيب بوكس مصنوع من الستانلس ستيل واحط جلاس وول، وبعدين اجيب ريكتانجلر شيب انسايد اسوي تشامبر واحط بيه شيلدز، واصمم الدائره الكهربائيه انه اخلي هيتر زائد ثرموستات زائد ثرموميتر زائد اون اوف سويتش. يمكن انا ايش قد سطرين حكيت، هذا كان تصميم مو لو. شو تقول جواد احمد مهدي عباس؟ جواد أحمد مهدي عباس. نعم دكتور. صح النوم جواد. تسمعني جواد؟ إيه دكتور سمعك. زين شو تقول على السؤال اللي سألته هسه؟ آه جواد. عيدوا لأن توني رجعت الغرفة. اوفا جواد اوفا، صح النوم جواد. نرجع للالكتريك بارتس، الاجزاء الكهربائيه، باور سبلاي على مود الشاشه وملاعبها، هيتر بالتاكيد، ثرموستات، ثرموميتر، تايمر، فيوز، كنترول بانل حتى نتحكم به. باور سبلاي طبعا يطلع لنا، يحول لنا من اي سي الترنيت كارنت الى دي سي دايركت كارنت، على مود يشغل لنا الكنترول بانل ويشغل لنا بعض اذا كانت في دائره ديجيتال. الهيتر هو العنصر الاساسي للتسخين. هنا هاي الغلطه الكافره، الهيتر مو هاي ريزيستنس، الهيتر لو ريزيستنس. من يتذكر ليش الهيتر لو ريزيستنس؟ دكتور عمود تدخل بيه تيار عالي. صحيح زيد كلامك صحيح، بس تقدر تقول لي هندسيا ليش؟ باستخدام قانون اوم تقدر زيد؟ دكتور هو قانون اوم الفي تساوي التيار في الفولتية. زين دكتور من عندنا يعني تيار عالي؟ اي احنا حاليا ما نتحكم المقاومة بالتيار، احنا ضعيفة. نتحكم بالمقاومه. المقاومة يساوينا التيار على الفولتية. دكتور على بالعكس مود تزداد المقاومة مالت الهيتر.
مقاومة ثانية الفولتية على التيار، وليس التيار على الفولتية. أحمد جاسم، حتى الفولتية تكون قليلة. علي عادل، حسين فيصل، بعد رقية اياد، رقية اياد جواد. رقية اياد جواد، اللي نغلق دكتور الدخول. على مود نحمي السلك من المقاومة، السلك عنده مقاومة معينة في اوكي، ملاحم الحرارة، على مود لحماية السلك يعني نستخدم مقاومة قليلة طيب، لا يتأثر بالحرارة. شكرا سمعت. رقية، مو كنت داسة رقية؟ نعم دكتور. اي رقية، رقية ما موجودة، اللي نعم موجودة. ها رقية، ما اسمع صوتك. ليش مقاومة الهيتر قليلة؟ ليش ما نخلي مقاومة عالية؟ شو رأيك؟ شو تقول يا رقية؟ ما أعرف. شكرا يا رقية. أي جاوبني. سجاد؟ غدير، على مود تبدد بالطاقة؟ على مود نعم شنو؟ دكتور. يصير تبدد بالطاقة؟ يصير تبدد إيه؟ بالباء لو بالميم سجاد؟ تبدد. بالباء. اشكرك سجاد. اي غدير، دكتور لأن التناسب عكسي بيناتهم، فلما نخلي المقاومة قليلة راح يمر تيار عالي للهيتر. شكرا. سونا دكتور لأن مرور الفولتية عالي يعني يحرق الجهاز. حسين، لا يعني الفولتية العالية ما راح تحرق شو اسمه، واحنا ما نريد نحمي الجهاز. الهيتر راح يسخن لنا المواد، ذاك شغلة الفيوز يعني. مثل ما قالت غدير وذكرت انا قبل شوية، المقاومة سنة الفولتية على التيار، من نقلل المقاومة التناسب عكسي التيار يزداد، لان احنا الفولتية عندنا ثابتة 220 فولت، فمن دا نقلل المقاومة دا نزيد التيار، من نزيد التيار راح نزيد الطاقة اللي تتحول من كهربائية إلى حرارية. لو عندنا المقاومة جدا عالية التيار راح يكون جدا قليل، والتيار القليل ما راح يتحول إلى حرارة عالية، احنا نحتاج حرارة عالية. شكرا غدير، وشكرا باقي الطلاب على إجاباتهم. لا تنسون المقاومة تساوي فولتية على التيار دائما، يعني هذا الشيء راح تستخدموه بهواية بحياتكم، هذا القانون. فلو ريزيستنس على مود التيار يزداد عندنا ويزداد الحرارة وياه. عازل كهربائي موصل حراري، هاي جدا مهمة. أنواع، ست أنواع أو أكثر الصراحة، أكثر من ست أنواع. ثرموستات إذا تذكرون هو حساس، يتحسس الحرارة ومن ثم يؤدي لنا وظيفة معينة. أنواع أيضا هواية ثرموستات. بعد يجي عندنا الثرموميتر، عندنا مشكلة ما يحول. بعد التمبرتشر انديكيتر او الثرموميتر اللي هو يقيس لنا الحرارة، تايمر مؤقت ميكانيكي او كهرب او ديجيتال يوقت لنا الجهاز لوقت تشغيل معين. الفيوز هو الفيوز اللي يحمينا الجهاز من التيارات العالية. الكنترول بانل اللي تتحكم لنا بالجهاز. هاي بالنسبة لملزمة الأوفن. أكو أحد عنده سؤال على ملزمة الأوفن؟ أكو أحد عنده سؤال على الأوفن نفسه؟ زين، تذكرون قلنا الأوفن شلون كان يعقم؟ شنو طريقة التعقيم بالأوفن؟ من يتذكر؟ بالحرارة. أوكي، بالحرارة. صحيح.
بس خلينا حضوركم ناخذه. صحيح كلامك بالحرارة، بس ايش دا يصير بالجراثيم والميكروبات؟ دكتور بالحرارة العالية راح تصير على تحضير غذائيات المواد، تسلط حرارة على جزيئات المواد المراد تعقيمها الأدوات، وراح تحمي وتنقتل الفيروسات والبكتيريا. صح. شلون راح تنقتل الفيروسات؟ صحيح كلامك. تذكرون؟ تذكرون مثال البيضة اللي ذكرناها؟ تأكسد؟ دكتور أنه البروتين يتخثر بال انفجر دكتور بالخلية فتنقتل؟ يتأكسد. تذكرون قلنا يتأكسد يعني احنا دا نسلط حرارة وعندنا أكسجين فدا نحرق البكتيريا وده نحرق الخلايا. ما تذكرتوها دكتور؟ طيب إذا نعم دكتور قلت لك بالتأكسد. بالتأكسد إذا هسه ذكرنا الأوفن، من يتذكر الأوتوكليف شلون كان يشتغل؟ بالأشعة. بالأشعة بعد دكتور بالبخار، بخار المي المضغوط، زيادة الضغط، بخار المي المضغوط بالحرارة العالية. شنو كان مبدأ العمل اللي يشتغل عليه اللي دا تقط اللي الأوتوكليف دا يعقم به؟ مبدأ العمل هسا احنا ذكرنا انه الأوفن بالأكسدة، طيب والأوتوكليف مثل المايكروويف الضغط. الضغط بعد ذكرتها سمات قبل شوية. تخسر الأدوات. عفوا دكتور، لما يتخسر البروتين بتغير شكله بالحرارة. بالتخثر. بالتخثر. عندنا احنا البروتين يتغير شكله بالحرارة، فيصير عندنا البروتين من يتغير شكله يتوقف عن أداء وظائفه. من يتوقف عن أداء الوظائف مالته راح تموت الخلية، وبما أن هي الخلية هي أغلبها عبارة عن بروتينات فراح نواجه يعني الخلية راح تموت بعد ما عندها شيء تقدر تسوي. شو مثل البيضة من نسلقها تتخثر تصير بيضة مسلوقة صلبة، وبعد ما ترجع إلى شكلها الطبيعي وما راح تصير كتكوت بعد، يعني ماكو إمكانية إنه تتحول إلى كتكوت، ماتت. فهاي بالنسبة للأوفن والأوتوكليف. هسه أي ماكو برزنتيشن حسين، خلينا نوقف حاليا المحاضرة ناخذ شوية ريست ونرجع لها، شو تقولون؟ احنا عندنا محاضرتين الآن، محاضرة فد مرة فد مرة يعني واحد بعد نص ساعة كل شيء بنستوعبه، بعد شنو؟ بعد نص ساعة كل شيء ما نستوعب. صحيح صحيح والله. خلينا نسألكم هسه سؤال شوية، نوقف التسجيل ونسألكم سؤال خارجي.